بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه وهنقبل الله بين آية بقول كنتني أفر إلى آية بقول لحدن إيشان وصورة آل عمران فرك آية نقبل الله بين آية ظهرك وعلم تهي إلهي وإذين ثمي ولقد صدقكم الله وعده مركا الدبر قوينيسين منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ولقد عفا عنكم ألا وإذ السامحي والله ألا ذو فضل فضلكم صاحبه على المؤمنين إذ واختبوا ألا إذ السامحي أما إذ واختبا يهي إذ واختقي أرض دقالك كتلة تسعدون قد آد أغفقاتين بورتا كوريدين ولا تلوون أيضا كل حنين على أحد تسعدون فعلكم عد أمغضة لكن وحاول من أسعد وفوشي وين هذه معنى سدبت على الرع لكن هذا وحاول يؤد بعد أفقاتين وين إذ وقت تسعدون أكف فقاتين بورت فولد هذا ولا تلوون أيضا كل حنين على أحد قفنا والرسول الرسول اللهنا يدعوكم وإذن كان واقف في أخراكم حقين الدمضة فأصابكم الله وحيد كو أبا المريا غما مرق بغم وحاوي اللي بدا مرقود نبي جيب على الدلي مربا ليري تدبضان انا واي كاردن تاني مرق تيبا اسوغو درمتاي غما مرق بغم مرق مرق لغو داري ما سرا الله ويالي لكي محا غمي الله إذن كورت دي لكي لا تحزنوا سايدان أم مرقونين على ما فاتكم عيد كتو غنيمة دي ولا ما أصابكم وحيد أصيبي na idaan uga murugoonin oo markii nabiga Muhammad baa la dilay oo sidan dib ku gaaray murugtaas waxa idin ku dhacday murugta cusub inaydan waxa waqtiga ka horreeya idan ka fakirin ba oo wixii hore dad waabii looriba wallahi wallahi khabiru wuxuu og yahay jamaata amal waxa la faraysan thumma anzala markii murugta faraha badan idin ku dhacday anzala wuu dajiyay Allah aleekum min ba'dil ghammi murug kadib amanatan aminnimu يا حسلونان قلب حسلونان نعاسن دل الله بو ألا إذا كسرت جي يخشى الضبالي ضعيفة قيب أمك بديك تكمل أكون مؤمنين تها وضعيفة قيبنا قد أهمتهم وحاول بهاد جلسهم مرق لسي أنفسهم نفط هذه يا مرق لسي وأحكى لبقلبكم يا سيد ما أنتوا بحرام يا يظنون وحي أم لين بالله ألا يعقد يسيهم غير الحق حق وحناه وإله النبي الله محمد إنه أجر جارين يعقد يسينه دن الجاهلية والجاهل جمله سي جاهل قال ذاها الدين فينا جرجار هلا أين الله هين يقولون وحيده هل لنا من ناسونا من الأمر ما ملك يتلدا من شيء وحون من ناقصنا تلدا وحون ما كلنا قلوا حاتنا إن الأمر ما ملك يتلدا كل له دمانتي لله الله سبحانه ماشي وحوي مركي ملوك فربادنا كود عضي يا الله سبحانه وتعالى يوغو صفكي كتيرا يلولما كود عضي للمضو حي على موته آمني من قلبي قذيبا حصلي ويقام إنبار أبو طلح وكليه الأنساري سيفتا إقدع وقالوا المنبولي سيفتا إقدع مركاسان سوق هذا انتا سوق قرب إقدع مركاسا نكن هذا اللذن دنبرده دونا ninka la yiraahdo mu'tab mu'tab la yiraahdo ibil baati law kaana mala mashayn saasoo dhigi doona marka la subhanahu wa ta'ala dheelalo ugaasan idin ku sameeyay qayb idinkii idan kamidayna way gameen waxa way qalbigoodii baa dego cabsidii baa ka baxday qaybna naftoodii baa ka walbaarsayn yaani inay si xadaad daaye argagax baa ku dhacay oo toloseedu bixin doontaas maxaad yeeshaan maxaa meesha idin keenay Allah wuxuu uqaqideenaya inuu waxaan xaq ahay baa la ka aqeeyay nabigiisa u gargaareen waa dhannigi jahiliinta kaasi leey talada hadan wax ku lahaan lahayn talada wax ma ku leenahay baa leeyahay ilaahay markii murugti idin ku dhacday kuma anzala wuu dajiyay aleekum korkiina min baadil ghammi murug dabadeed amanatan aminnimo qalbi xasiloonaan lu'aasan dheelalowgu idin ku dajiyay waad lumoteen la aska soo yaxshiid dabooleed daaifatan qaybo
منكم يدينكم كمدة وأنت قلبك وناكسدين المؤمنين تأهي وضعيفة قيبنا قد أهمت محابة مروق لسوى البهار قلسي أنفسهم من أفطاري وطلعوا محاماشا لكيري لو كان من الأمر الجيل يظنون وحي أم لينا يعني بالله أعقيدي سيني ظنقوا أعقيده بالله ألا غير الحق وحن حق هين فيألو عقيدي سيني إنو نبي يسأو قرقارين بيلتها ظن الجاهلية جاهلي قمله سيوي قال هذا جاهلي هداد مغشوا قاله جاهلي قمله هو دي الله إنو النبي يسأو قرقارين يقولون وحي ده يعني هذا واقع أسبال لكي لكن نقا هدا لينو سيقي ما كان النبي قال له شيء يقولون وحيرنا يعني هل لنا من نصبنا ذي طلوا من الأمر ما ملك يتلد حجيزة من شيء وحوني من نصبنا ذي إن يبنى طلوا ما كلها قل وحاتي ربالي للنبي محمد أعوذ الشيكتها إن الأمر أمرك تلد كله دمانتي لله الله أصبنا ذي ساقو دبالي إذن كتلد وحبكم إليهين يخفون وحيقرنا يعني في أنفسهم من أفتوضا ما لا يبدون وحين أظهرين إلا كأذك وحيكون قرين يوم حي ألم حماشنا كان هذا طلعت أرهن كل هالهين ماشان مبرني مادنين بكاء قرين يا وتاه الصهام بيقولين يخفون وحي قرين يا في أنفسهم نفط هذا بحذاها ما شيء لا يبدون إلا كأذك أين كل ظاهرين وام حي وحين ظاهرين يقولون وحي ليهم لو كان لنا حدون نصبنا الله من الأمر ما مر كشيء شيء ما قتلنا أن الجمد لين ها هنا هل كان الجمد لين دام ثلاثة وحكونها لهن مركب أربعة دجال كمان صار رعنين ثلاثة دي وحبكم اللي هن ويا عبسدين مركب وحوي صار رعين ممنيته كعبسدين ومنافقين ما ضوت إني عداته يكيابي ساسة أصر رعين مركب أربعة الله وحليه يقولون وحليه لو كان لنا هذو ناسقنا لها من الأمر ثلاثة يا ما مر كشيء وحون ما قتلنا أن لقوم اللعين ها هنا هلك قلوا حد قتلا لو كنتم هبات كسجنتهم في بيوتكم قريهم لبرز الذين كوي صابح الهاين كتب اللقو قري لقو واجبي عليهم دش القتل ذلك إلى مضاجعهم مكانوا لقت كودي ملاه كود الهاين مضع وماشى لقو دعوة في سمالي مركي ليه هو مكانوا لقت ماشي يعني لقو دعوة مكانوا كيف إسكده مكان كنا وعربي قلوا حد كتير أبالي لو كنتم هداد تهين الله إذا في بيوتكم قريهين وضحت هلك أشوقي لهيدين لبرز ويصابح لهين الذين قوة كتب اللقوة جبي عليهم دشوا القتل دي الله قري إلى مضاجعهم ما له كرد إلهاية وكي حديثنا بيبابوحها روح ماشي اللقوة دي عقل قال لك قادة ماشي اللقوة دي ماشي اللقوة دي العقل يبقى كتك وماشي ونقو آدي مركو ماشي تقو سيدي كرد منها ملك جبريل ملك موت يا نبي عيسى نين أكتوغا يو أركي سليمان بوها مكاسويري رسول الله وحان رباد انت اللي إقاده ميل فوق اللي إقايه ملكين ماشي روو أرقى قحي ملكي باقى صلى الله ويابا وحالو يدين ساعدا اللي تشوغا نكا ميل هبلا نفتك أغسوقات بالي ميل هبلا والله قاضي ماشي بالقية هل كبا نفت اللي قاد معناها انكم ماشي كرد من ايو si khiyar aan abalookeen buu soo baxaya Allah wuxuu leeyahay wali yabtaliya ilaahay wuxuu idin imtixaano dagaalka idinku waajibiyay oo dagaalkani u dhacay yabtaliya Allahu Allah inuu imtixaano suduurikum qalbiyalkiina waxa ku jira inuu imtixaano oo munaafiq iyo muumin ka kala saaro wali yuu haysha inuu soo dhaahiriyo ma fi qulubikum qalbigiina waxa ku jira waa kala laba imtixaanku وحال يدين امتحانا يا قلبك إنه واحد كتير يا عداني إنه النفاق يا يرمومي يا مومنتي منافقين تأكل شعمي واحد قلبك إنه كتير بنان كلا صار دقوه وضافك كجان ليس مركوا إسكوا إسكوا الدويه إلى يوحي يدين امتحاني دجال كان يدين كوي ابتليين ليبتلي الله الله إنه امتحان وصار ظاهريه ما في صدوركم قلبك إنه واحد كتير نفاق يصدقي وليمحص الظاهريه ما في قلوبكم قد جن وحكتوا الافكار كذا هذا الشاه والله ألنا عليم واجهي بذات صدور قلبيالكين وحكتوا مركه قلبك وحكتوا هدو الا اجهي ما كقرسون الله سبحانه وتعالى بري با ودادان لا جوج جيري او ان دلا وان يرا دوري تو جير بانه
yaa li qalbigaagu arka marka saani ma arko haduu qalbigaygu uu arko haduu qalbigayga arko bidhaantayda ma garan kare waa kuma waa heben maxaa doonaysaa u dhig baan bari baan anoo yar baan aruura leh innal ladina kuwa tawallaw jeed saday oo minkum idinkii idin kamida yawmal taqal jamcaani labada jamac malkay kulmeen jamaa'atu almu'miniin iyo jamaa'atu alkufar inma sajallahum وحاسم بالرحيي الشيطان الشيطان ببعض ما كسبوا والدمبجي أي كسبدين قال قيب كم إذا الله ما ورقبن الدمبجي والرمادي ماشي للفريسي كعرثي مركديبك وح كاني قاركين وح بحثي كالعرض ككاني والدمبجي أتقسين قاركي ولقد عفى الله عنهم إلهي وكافي كوا عرري إلهي وكافي سبحانه وتعالى إن الله لغفور كنافوي حليم أو دلقات بدن oo idinku sida yeelay oo qararay iyo alle idin dulqaato marka qolada maalinta arta way farabadnaayeen marka dambiga loo qabtay markii khilaaf keeneen oo qoladii meeshii la fadhiisay ay ka qarareen khilaafkii baa saameeyay oo dhibaatada ma keenay oo markii uu reesay fooda laysaray waa ka gaaladii lala kacay xoolahoodii qayb kamid gacanta lagu dhigay ee intii calanka wado dhan la laayay markii qoladii meeshii ka baxay khilaafkii yimid yalla kala qararay way إن الذين كوا تولوا جيستي أو منكم إذنك إذا كمذا يوم التقى الجمعان لماذا جمع مالين تيكل مين جمع المؤمنين يا جمع الكفار إنما استزلهم وحاسم بالريحيي سيبر هذا وحالينا أضو الصعود السعادة كتلق لنا وضدي كبحضه وحاسم بالريحيي والليحيي الشيطان والشيطان ومحو الشيطان والليحيي ببعض ما شيطان كسبوا أي شقيستين ولقد عفى الله عنهم ألا وكسامحي إن الله الله سبحانه وتعالى غفورك دافع حليم وضلقات كبدا وحالي عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية يا مالين تعددك عرري كمدها عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف لبدو عشرة مرسلين تبي كمدها يعني وعثمان بن عفان النبي قل قبيلها عبد الرحمن بن عوف النبي قل أبتقي بوها يا هذا الأحمرين markaas uu Cabdi Raxmaan intuu nin dareeyay uu ku dhaw waxaad ku tiraa maalintii Badr kuma aadan jirin anigu sawan ku jiray maalintii Uhudna waad qararsay anigu sama qararin maalintii shajaratul Ridwan Hudaybiyah maalintii Nabigu dadka kula balamay dagaalka uu kula balamayna ma aadan joogin Uthman bin Affan wuxuu yiri maalintii Uhud qararkan qararay waa dad لكن إلهي ويسامح حبيبه القضاء ويسامح حبيبه تا لبك بقبوس مالتي بدر رقية أو جبر النبي قد لقيهم مريض هيد ينبي يجيبوا لها كتير جبرنا وهو يقود دريقول قيبتي غنيمة دي قيبتي اللي هلاي ويقول قريبولي بركان يشوفي من كتر من ذهب تاسر تدبان ودب راعي مالتي شجرة تو جد كي حديبية هدينين إجا لاندير إيشن oo iga qiimo badan u jiro makaa loo dir lahaabuun nabiga makaa ii diraybu inuu bal soo eego qabiilkooda aad u deganaa dir Cabd Munaaf inuu makaa bal soo eego nabiga iyo markaa dagaal kuma tala gashana ay ku tala gashay inay Umar haystaan waxa markii dambe heshiis dhici doona inuu soo eego bal gaaladu waxay ku sugan yihiin isaga qabiiltiisu la dheereeyo la dilaynin markaa nabiga gacantiisii midigta ahayd iyo tiibidii xadintii saaray taasi waa Uthman tana waa taydi oo nabiga ballanay qaaday marka uu ka garheelay midna dib ima haysto yidhi marka dadka carab ku midah inna ladina tawallaw minkum yawmal taqal jamaan inma stajallahum muhasim birrihiyay oo leexiyay oo lugta dhabaha uga qaaday ashaydaanu shaydaan bi baadi ma shay qarki kasabo ay shaqaysteen wal qadafa allah anhu alla wa samahay inna allah alla ghafurun kadafu halimul qadir ya ayuha ladina amanu mu'minati fi'naydi dawri sideetan aayadood ba yaa yahaydina ma waa amaan la ina amaanay la takunuha ahanina kalladina kuu kafaru gaalobay wa qalu kuu li ikhwanihim walaalahu idha darabu markay socda fil ardi dhulka aw kaanu ayyihi guzan ku wadu limada markay walaalahu saa ku yiri law kaanu haday ahan lahayn indala aktayada ma maatu maba dhinteenba wa ma qutulu lamana laayeen maxay sida u leeyihiin liyaj'ala allahu ilaahi inuu yeelo dalika hadalka ay leeyihiin xasrata qoomama fi qulubihim uga yeelo
هذا الكائن إنه قوم ما كل نقد يمرق بألا سدا أجل والله الله يخيبون ولايا ويميت والد له دجال كلا جلاي وأحمد شو إن دجال كلا جهرانا وأحمد ولا يشون كوحنا ولا يوحنا دلوا الله والله ألنا بصير وأرك بما تعملون ومنافقين تبع هايانه ضربوا يجوزا ضربوا ذو صعد كذا ضرب ضرب في الأرض مركلنا صعد كذا إنه فوق بالينا ضربا دول بعد كنا إنه فوق يهين ودب يهلا ما ذوامد سيدات سيد بالله خلا خارجون الله سبحانه وتعالى مركي بلك ولا له صعدان أما يدولان هذا أكثر يد الجوج الهايان مدمتين لمن الله يين إلهي محسدا أقول له هذا كم حوي له يا أيها الذين آمنوا دثا مؤمنين تاهو لا تكونوا أهاننا كالذين كوي كفروا قالوا بيهم منافقين تاها وقالوا كوي لإخوانهم ولا لهوت حق هذا كيبه إذا ضربوا مركي ولا له سعلا في الأرض للك أو كانوا أهانا غزا كودوا لماذا هذا القوة واكن قالوا ذي لو كانوا هدي أهان لهايين عندنا أكثر يدا ما ماتوا مدنتين وما قتلوا لمن الله يين marka waa xawxo Allah oo sida ugu ilaamiyay biyad Allah oo Allah inuu ka yeelo dalka hadalka ay yiraahdeen xasarta taqoomo fi qulubi ila waxtarimaay Allah hadayn ag joog ilaahay ma dhinteen qoomama umbay iyada ku yahay naxdine waxa uu tarimaa wallahu allana yuhiwu nolaya oo yumitu walidila waxa wax dilo waxna nolaya waa Allah ee dagaalku wax ma dilo dagaal aantuna wax ma noolaysh wallahu anna bima ta'maluna wa hadha amalu basirun wa ila kaayo ويدين كأبان بارين ولكن قتلتم هدين لإذن لايو في سبيل الله ألدد في يجد كيسا لإذن كل لايو أو متهم آد إسكينو دمتان إذنكم في سبيل الله كتيرا لمغفرة دم الله ومن الله ألي حقيسا كأهاتي يو الرحمة الرحمة با خير كخير بدن مما يزمعون الددك وحنا يرسنا يعني أدوية ذا وكما يسمع معنا يربا كتيرا أهداد دمتان مغفرة ألي بادو تغيسان وين dad dimatan idinku dar alla u jiga ama la idin laayo yaghfir lakum ba meesha ku jirtay jawaab marka dambi dhaafka oo alla idin siinaya idin ka khayr badan adduunka bayna joogtaan taas waa idin ka fiican wala in qutiltum hadii la idin laayo fi sabilillahi wadada alla idinku ku jira la idin ku laayo summa aw mutum ama adimatan wal idin dambi dhaaf way macna la maghfiratun dambi dhaaf oo min allah alla ka ahatay والرحمة والرحمة بخير وكخير بدن مما يجمعون وحي أرورين يا الدنيا تشوغان وكما عنه وكذلك هدي لي دين ديلو إذنكو ألا درتو سعر أما إسكين بقول لما تالي إذنكو الجهاد كي كجرة تدن بدافك ألا دو تغيسان وحبلوا بهاريون كده ولا إمتم هدات لما تان أو قتلتم لإذن لايو لا إلى الله ألا حقي ستحشرون لإذن شيرين هذا الكواسبة مركز لمشادن دي إسكال لمشادن waxa fiican in aad ala dirti aad u nooshihiin oo jihada ala ku jirtaan ala dirti u socotaan alun baad kulli tagaysaan marka lana khayr baa idin ka horeeyay dadkiina mujaahidiinta ah wala in mutum hadaa dhimantaan aw qutiltum la idin laayo laylallahi alla xagiisa tuxsharuna la idin shirin allah wuxuu leeyahay nabiga dee saxaabadiisu way badnaayeen oo dulqaad badnaa kaba kala tagi jirin fa bima rahmatin rahmat darte oo min allahi alla xagiisa kaato adiga raxmad qalbigaaga geliyay yaad linta lahum ugu dabacday ugu jilicday nabigu u dabacsanaa saxaabada walow kunta haddaad tahay fadlan fadlan mid hada qalafsan haddaad tahay galiida alqalbi qalbi qalalan la fadu way ka kala didi lahaayeen min xawlika hareerahaaga way ka kala didi lahaayeen ifacfu iska dhaaf aanu xaggooda kii adib darra ka timaado wastaqfir lahum u qufraan dalab وشاورهم لا تشو في الأمر أمر كانوا كلا تشو في إذا عزمت مركا تقامي سو أدركا أدركا أمركا فتوكلت لسار على الله الله تلسار إن الله ألا يحب وجعليه المتوكلين هو الله تلسار صفانا وصفانا عبد الله بن عمر توريد مركو أغريي صفانا ما كان فضلا ولا غليدا ولا صخابا ولا وصفانا وكو أغريي توريد صفانا النبي هو marka nabiga waxa la yiri hadaad nin hadal kulul tahay oo qalbi qalaf labadoodu fadli iyo qalid waa isla adeyn ee midna waa hadal qalafsanaan midna waa qalbi adeyn way ka kala didi lahayn marka hadii wuxuuni ay ka tabta aad wuxuun ka tabta aad u batuudida u dul qaad badnaan kan wuxuuna day ka sheeganayaan
marka hore horta saamax oo wixii ay sabayeen ka saamax kadibna u dambi dhaaf dalab nadiif markay noqdaan la tasho marka hore iyagu dambiga ama loo qufraan dalbin oo la afiin haddii taladoodu waa iska habaab weyn markay nadiif noqdaan oo loo la saamaxo oo heshiisaan marka la tasho way marka taladoodu waa sax way فبما رحمة رحمة سببته ومن الله ألا الحقي سكاها يعني أنت اللهم أقول شلعنة أقول دبع سناتي ولو كنت أداتي فضا من هذا القلب سن قال إذا القلب قلب أدقوا الحريص لهين لفضوا ويككل الددي لهين من حولك هرينها فاعفو عنهم سامح بالمركورة حتى أدخلون كتبته واغفر لهم أجدا بالنافضل بركي النظيف نغضان وشاورهم لا تشو في الأمر أمورها يتلوينك لا تشوي marka ninka la tashanayo waa inuu aqli yahay waa ya aragnay yahay daacadna ku yahay way ninka la tashanayso waa saddexda waa inuu qof aqli la yahay waa ya aragnay yahay nin waxyaabo badan u soo joogay waa inuu yahay adigana daacad ku aho aan cadu kugu ahayn qofka la tashanay manigana saxaabadi saasi ahay fiida azamta marka aad go'aamiso baad al mushawara talada kadib marka aad go'aamiso فتوكلت لسار على الله او امرك هوري كفلي وين مركات غاميشه اذا عزمت مركات غاميشه انت تشتان او رايغين اسو اورورسان اد غاميسان غاميشه فتوكل على الله الله تعالى صار ان الله لا يحب وجعلها المتوكلين ويبدا بو نبي قلت شي مالتي بدر حقينو دغنابو يري مركاسو ميل انبياله بي دغنو يا رسول الله هلكا بيها انو نمك كدغنابو يري وحو ويديي maashan ma wax baynu ku dagnay ma sawaatalo may waatalin halka hadaba aan dagno maalinta wixii wakiil la tashaday oo wadmayaynu baxana ma sawaal iska joogna maalma badan buu nabiga la tashaday muuminiinta waxa loo baahan yahay inay sida u wada tashadaan isu daacad ah isku sii wax u rabta in yashurkumullah allah hadu idin gargaaro fala qaliba wax idin ka adkaan kara ma jira lakum idinka hadu allah gacan idin siinayo idinay idin kama adkaan kara way yaxdulhum hadduu idin hoojiyo oo gargaarkii idin ka daayo faman daa ahad kaaba alladii ka ahaday yasurku idin ka gaarmi baadi khudlaan intu alla idin hoojiyo kadib arya idin gargaari cidna ma jirto allahumma la maani alima aataita wa yaama adayla ma wala wax ku gargaarmi in yasurkumullah haddii nagu waa sida oo ilaahay in baynu gargaar ka doonayna waxa la rabaa inaynu gargaar ila ka doono inuu ogaano gargaarkeenu Allah ya subhanahu wa ta'ala in yansurkum Allah Allah du idin gargaar fala qaliba wax idin ka adkaan kara ma jira lakum idinka qaad noqon kara wa yakhdhulkum hadu idin hoojiyana faman daa wa ahadke alladhi yahadka yansurkum idin gargaari min ba'di khudlan Allah ilay hoojintis wa ala Allah Allah subhanahu wa ta'ala falyatawakkal almu'minuna mu'minuntu hatta la saartan hawl kasay ku jiraan jihad markay ku jiraan markay banaanka fadhiyaan shaqo oo dhan markay qabanayaan Allah ta'ala saarta hada kala saaradu asbaabta illa daayima dadba waxay u fahmeen ilaahi ta'ala saaradkiisa asbaab safara ruux qaduna asbaab sawayn Allah baba ta'ala saaranimba waynaad asbaab ku jirso bil metal beer ba tabaysa beerta intaad qaadato alaabti iyo dibir iyo wixii qaado Allah ta'ala saar inuu Allah ku soo bixin doon jihad ba ku jirtaa hubkaaga intaad qaadato inuu Alla ku gargaali sala saar safar baad ku jirtaa Alla inuu ku saali u talaqa waa kan saxaabiya oo neef wata u yimid saxaabadii neefkii buu sii daayay markaasuu ruux maxaa sii daysan nabiga Ilaahay baa u tala saartay soo qabuu horta xid markaad dabarto Alla u tala saaray sidaa soo kale wa ala Allahi Alle fali tawakkalil mu'minuuna mu'minuuntu ha tala saartaan wama kaana linnabiyyi nabi uma sugna umana suubato an yaqulla inuu khayaano wama yaqulu laki khayaana ayati wuxuu la imaa bimaa qalla wuxuu khayaana yawma qiyaama adduunka ninki khayaama sameeya oo xoolo dad leeyahay khayaana wuxuu khayaana aakhiru keenay suma tuwafa wa loo oofi loo dhamaystiri kullu nafsi naf kulligeen ma kasabad waxay shaqaysatay wahum iyagana laa yudlamuuna laga dulmi maay waxay shaqaysay laga dulmi maay حق أين لهاي دم بأين لهاي إن الله صار ماي خير إليهن تعيد وحية المام سبالي مالتي بدر يوحي أهيد با غنيمة دي
يا قديفة لقد حواي قديفة يا لقد حواي مركا سيدات كويلة هذين ملاذي هانتي هرؤون يقول نبي خالد بوها ملك نبي قام ملها قاضي هانتي هرؤان نبي قام قاضي بيسير هذين آياتنا بتميدوا نبي إنه خيانة صورة قلب ما هوا قبل جسمه إنك نيجي نشيل سوكا لقده إنه خيانة إسكا إلى لنا يا لدين واكل لا شيء وقفك سوء خيانة سمعية قيامهم بالله ما وحي خيانة وما كان أمسكنا أولن أمها أمنا بنانا للنبي النبي أن يقول إنه خيانه ووحل قريه قرأ وما يقول القفك خيانة يأتيه الله إما بما قال له خيانة يوم القيامة ثم توفى وله في كل نفس نفو البا ما كسبت وحي شقيستي وهم ذاتكنا الله يظلمون الله الظلمين أفمن اتبع رضوان الله الله وحوليه أفمن اتبع راعي رضوان الله إلهي زاد أهانشيس الراعي معنى وحو الله خالق كأها الراعي كمن قف أو كلوه من الله الله حقي سكال النقضي وما أواهم يشبه ينضونانا جهنم جهنم وين وبيس وحاح المصير ما الله أحاده أولو قدن بياه مركب الله النقضي معنى ذو حوي دادكم مركب واقو بريو حق الله الله كعي قبلكم مركب دعان حق الله الله كعي الله وح الله دونان خير الله دونان مركب دادنا نفط هذا الله يكجد يخير بين لسه نقنيا كونا علي شيطان بين نفط هذا كسر قري مركب ويسان نقدر نتواصل الله مركب وحلا وده ويديس شيطان بين نفط هذا كجده حياة لسه نقنيا مركب مسنا قف إلهي وقران لك كها راعي يقفه الله وعلي سناه الله نعبار راعي دي مسنا قف قاسو أهل النار واجه النموي أفمن أحد اتبع راعي في ضوان الله إلهي في ذاتها شيء راعي يعني وحي أهل ذلك يهين كمن قف أو كلميو يهي باء الله نغضي بسقدم وسوق مركو تغي على الله سوى نغضي من الله ألا حقي سكال سوى نغضي ومأواه ميشو كوه ينيي وصلق أوه جهنم ويهي وبيس وحاح المصير أهان شاح ما الله هذا أياء أي حموي وأي حموي هم ضدك درجات درجوه عند الله ألا أكتس والله ألا نبصير واركا بما يعملوا رحيم الصلاة هم درجات أهل النار هو درجات دركات بالنار تلقى عبرة مؤمنين تون أهل الجنة هو درجات مرك درجات كروي مؤمنين تكرب يودلعي أهل النار كن هاس بيودلع ومدة أكرس في جهنم اللي هرتا نارها كل جودة جهنم مركي لنارها هذا وشوقه لكن هذه ما قعد الله كلا قالوا توقد أسر ريسا جهنم ذو توقد أسر ريسا وحاجة لذاتكم موحدين تاء النار تلقيني تكون حكت وحاجلي نصارى ضعيف وحوي منافقين تواصين إن المنافقين في الدرك الأسفل بركم درجات واسعة دركات ويو ويكله هوسيان وملبا ماشي كوسيسا النار ككحن مؤمنين تروى قرب الله تعود هم ضدك درجات درجوين بكلالي عند الله الله أتيس قال يا مؤمن والله ألا بصير وأركا بما يعملون وحي عمل فليا لقد من الله الله وحقه قال ذي سي هو سيئي ويقال ذي سوء وحلق سيئي قالت من قوله لقد من الله الله وحقه قال ذي سي على المؤمنين المؤمنين إذ وقتبوا قال ذي سي بعثة أقدر كبعي فيهم لحظة رسولا رسولا من أنفسهم نفتوذة كمدة ولقد إسكوا لقية إسكوا شد أيهين يطلو كد الأقري عليهم تسوى الآيات آياتيس كد الأقري ويزكيهم ظهيري وحمان تكوان إلا ويظهر مياني ويعلمه عبر الكتاب كتاب القرآن يو الحكمة علم النافي وحديث النبي وإن كانوا وحي آهيا من قبله إن حالي الثاني كانوا وحي من قبله لفي الضلال بادي مبين نوعات الدين تشدي الله قد وإن كانوا هباء هذا من قبله لفي الضلال مبين إله سبحانه وتعالى ونقول من نشيكتين رسول أين أفقرني بلك من نفسهم تهدي قريش ليلة من نفسهم نفتوضوه يؤثر كيس أيو أما ندي سيوح البيقانين لكن وحاكف عن من أنفسهم بني آدم كلام ذا إلا هذه ملائك اللي نو صادره ما إن أفقرني مدى كلام ملائك في دي ملك قاتش أيو وحبا ملك مركو بإن الله ياب لهين إن قد دي هدان دنبابنا إلا إن دنبي لوايم هاي بني آدم فيه ملائك سيأدب ياب لهين محادث الليه ملين هو أين أفقرني oo ina la daqana oo wixii inaga ina qabani xagga daqanka uu isagana qaban yaa ilaa ina soo dir subhanahu wa ta'ala nabiga muhammad waxa la weydiin
مقعاب أدونك دعادا ودعاء النبي إبراهيم وبعث فيهم رسولا منهم يتلع عليهم آياتك ويزكهم ويعلمك ودعاء النبي إبراهيم يا أنت الله قصوها مقعاب قرمو صوب قليبا لدى أدونك إشارة أبي ما يحوي هالدعاء أبي أباه ألا بريقيسي وبشارة عيسى والرؤية أمي رأت نورا خرج منها كبحي أمي لبنتني خلاص أرسل صغرا وحالا وحي فاليأها يوحي جن أرقها يوحي تاريخانها سنة النبي قلت ألندون وارسكوضة وافقه إنه من محمد ليدا ألندون مقع أحمد وحقه ريميتنا مقع أحمد محمد شان يتبر روح بأقوه الرئيس شان يتبنكر روح بأقوه الرئيس وحالا قد يديه فالنبي قال الشيء قلت ألا لليه إنه ويلكاغ النهض يا كل قوة دم بيسيوه مركوا الدعاء النبي إبراهيم وسكت الله لأنه قصور دينه. لقد من الله الله وحكم من نيسي خوج الله ذيسي على المؤمنين المؤمنين عديوهم بخوج الله ذيسي. إذ وقت بعثه وذر فيهم تحضر الرسول الرسول ومن أنفسهم نفطر بني آدم هو إسافجرنا إياه. يطلق هو أغري عليهم دشوا ذا آياته آياته ويزكيهم وطهيره ويعلمهم الكتابة. كتاب كان وظهيره حوية حمانته كان هيوي ويعلمون الكتاب كتاب القرآن كان وبري والحكمة علم النافع حديث كه وإن كانوا هباء هذان من قبله ففي الضلال بعد مبين نعاد قرآن كريم كوحلين وحلو سود جيي لقتي وقفت لبناي حبيكي وقفت لبنا ليلة القدر وباللوضي ملكي وقفت لبنا باكاني أحدكي وقفت لبنا بلو سود جيي مالتي وقفت لبنا دور حرم كألو سود جيي لغتي وقفي عناية واللغتي بسلم حنا هو عن تأك وذا رسولا منهم نبي خلق قردم بالله دري مركا لغته مكا وادونك برسميس وانا لغدا مركي لغوي كورن لسكان كل لغوي كوكر سيدا ذو أقدر ذو أذاك ساي وحيابهم بفكرة لغدا عربي وافسق ويكال بحبحسن تام مل مل كو خلد من ماله إنك سمعي نسيبنا لغدا إنه حاجة مخرج iyo tiitiinida iyo kala soocnida wa arabiga lama saay luqadeena alxamdulillaah rabbil alamin wa fushfad ma hay lihlihin ma marka waa makka waa dhulka bartamihiisi marka dhulka bartamihiisi adduunka dhan baa iman wax tarjumo la way ma hay marka diinta markii meel kale la geeyay wax tarjumo arabiga wala way ma hay hadii ciina lagu soo dejin laha ya afgaran laha adduunka buu ka fogaa marka makka waa mid daaway marka waa caafimaad rasuulanta نبي الله محمد خلقه قدام بالاتري الله وحليه أولما أصابتكم مكة إذن أصيبتين مصيبة مصيبة دعضو خاصو قد أصبتم أذن أصيبتين مثل هلا بالله كان قلتم موحاتي لهذين أن حقيبه هذا كنكاها مصيبة يحد إذن كل دعضي لبالله كانت بعد أصيبتين يحد وحال قد لي صحابة تضبات بعد قد لي انت بدن وحايا هاي انصار بيا هاي انت بدن ولكن النبي قال لك لا يا عي لح المهاجرين في كمده هي تضبن انصار فيها لا اسكو سوها لك مالك مالك تضبها تنبه لك الدين قال هذا مالك تنوري الوات استيدي الوات مالك الدين مالك اللهم الله بكيد بغا سيبتينو تضبها تنوات كدشين تضبها تنوات غفالة تنبه لك مالك اللهم الله بكيد مالك الدين مالك ومالك تاسي كو أتخيصة للي ilaa idinku sidaas aad yeesheen marka xaqoo ka yimid hadhina wuxuu ka yimid idinka dambigiinu ka yimid weyn walamma asabatkum markaad asibteen musibatum awalamma asabatkum markay idin asibto idinku dhacday musibatum balaay qad asabtum aad asibteen midna ha laba laabkeen qultum waxaad tiraahdeen anna xaqeebu hada dibkanu ka hadan qul waxaad tiraah huwa min inda anfusikum naftina jahadadu ka hada idinka wax bii idinka kala yaacay إذا كان دمبابه أمر ديني قل وحات له هو من عند أنفسكم نفتي نجهد يدكاء هذه إن الله الله سبحانه وتعالى على كل شيء شيء لك كل قدير وكي كرويه ما لنتي بدر إسقى إلى الله قوش إذن سيئ ما أنتنا نباتات الله ما كان إلا ويقول إسر ما أنتنا لفتانه الله سبحانه.